السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. قناعة جديدة ربما ستشهدها الساعات القليلة، أو ربما رضا عبد العالي يلم الدور، خناقة ما بين إبراهيم سعيد من جديد ورضا عبد العال، خناقة حقيقية ولا تمثيلية؟ في البداية كل الناس اللي بيشوفونا يا ريت يعملوا لايك للفيديو ويشاروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة وما ينساش يعمل لايك، في نفس الوقت يضغط على الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، وما تنسوش تعملوا متابعة وفولو صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر. هسيب لحضراتكم اللينك في الوصف أسفل الفيديو. لكن قبل ما أتكلم عن قصة رضا عبد العال وإبراهيم سعيد، هستوقف بس يمكن دقيقة أو أقل مع مصطفى جويلي. ده كان في المنظومة الإعلامية نادي الزمالك أو قناة نادي الزمالك، مجلة نادي الزمالك، في وجود مرتضى منصور. مصطفى جويلي كان في أمور كثيرة تحدث في وجود مرتضى منصور ولا يتحدث ولا يتكلم، منها تسريب عقود لاعبي نادي الزمالك، وياما عقود اتسربت في وجود مرتضى منصور. كل عقود لاعبي نادي الزمالك تقريبا اتسربت، وكان مصطفى جويلي يطلع يهاجم اتحاد الكوره ويقول لك اتحاد الكوره والعقود بتتسرب في او من اتحاد الكوره. مصطفى جويلي هو اللي كان بيهاجم اتحاد الكوره على تسريب عقود نادي الزمالك، وكان طبعا مرتضى منصور واي حد في نادي الزمالك بريء من تسريب هذه العقود. النهارده هو مصطفى جويلي اللي بيهاجم اللجنه التي تدير نادي الزمالك بداعي توزيع وتسريب عقد فرجاني ساسي. طيب لا ليه في الفتره اللي فاتت كنت تهاجم اتحاد الكوره على عقود؟ هي نفس العقود، وليه المره دي بتهاجم اللجنه؟ طب ما الطبيعي والمنطقه زي ما هاجمت اتحاد الكوره قبل كده تهاجم اتحاد الكوره اللي بيسرب، لكن الهجوم على حسب الاهواء والمواقف بتبين الاتجاهات والانتماءات. هل ان الشخص ده انتماء ايا كان بصفه عامه، هل الشخص ده انتماءه لنادي معين ولا انتماءه لشخص معين؟ لو الشخص ده راح يمين هيمشي معاه يمين، راح شمال هيمشي معاه شمال، قصه مش قصه انتماء. ده بالنسبه لابراهيم جويلي ونقده للجنه. نيجي بقى للتمثيليه او الخناقه او الفيلم او القصه او الحدوته ما بين رضا عبد العال وابراهيم سعيد. زي ما قلت لحضراتكم، رضا عبد العال بقى مثال مستفز للمشاهدين. اولا في امور كثيره بتحدث في كلامه، يعني منها النقد الغير منطقي والغير موضوعي لسواء كارتيرون حتى او قبل كده باتشيجو او هو ونهجه او منهجه او عمله في القناه اللي بيطلع فيها مع اسلام صادق او محمد فاروق. نهجه او منهجه ان انا خالف تعرف، يعني لو مشيت في نفس السرب والله واحد ادى ده جاهز قلت برافو، ما 100 واحد قالوا برافو، لكن لا الناس كلها تقول برافو، انا اقول اخس ايه ده مكواجي ده بلطجي ده مش عارف ايه ده قطه سيامي يا يمي يا خالته يا ستو يا كلام من هذا القبيل. شرق اهو الناس كلها بتقول شرق انا اقول الغرب. فالمدرسه دي بقت ممكن كانت في الاول تشد الناس شويه، الناس تضحك شويه تبتسم شويه، لكن مع مرور الوقت الموضوع بقى اوفر قوي. رضا عبد العال لم يكتفي بالنقد الغير موضوعي ولا النقد الواقعي، لم يكتفي بذلك والهجوم والتجاوزات في حقوق في اشخاص المديرين الفنيين سواء اهلي او زمالك او ايا، حتى ايهاب جلال لم يسلم منه يا اخي. كل الناس رضا عبد العال مش عاجبه العجب، زي ما هو نهجه ده حر فيه، والمتابع برضه حر ان يتابع هذا اللون، اعتبره لون زي انوال الغناء زي مهرجان، واعتبره له ان هو ما كله في نقد زي حسن مستكاوي وناس ملتزمه كان قبل كده فتحي سند، الناس بتطلع بتتكلم بمنتهى زي محمد سيف، ناس بتطلع بمنتهى العقلانيه. لكن ده زي ما كان قبل كده في ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، طلع بعد كده بقى الاغاني والمهرجانات، ده في نفس القصه. رضا عبد العال يعتبره نقد غريب، منهج من النقد، كوكتيل كده على بعضه زي المهرجانات في الغنى، يعني لها لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا معنى. فماشي بعض الناس ممكن تتقبل ذلك وتمشي وراه، لكن التجاوز بقى ان انا اشوف نفسي رقم واحد وان انا الاحسن وكل يوم والتاني عشان الاضواء والناس بتبعد، اروح اعمل مشكله. قبل كده اتخانق مع ابراهيم سعيد وفيديو وفضلوا زي ما بيقولوا بالبلدي كده يردحوا على بعض، اعمل فيديو يا سكري انا اللي جبتك انا اللي شغلتك انا اللي عملتك انا انت مين اللي عملت مين انت ما تعرفش تعمل حاجه وانت
وشويه اقلب على شادي محمد، شادي محمد انت والاهلي وانت متطبل للخطيب ومش هتشتغل وتعمل، وانت وقعت القناه وانت عملت القناه واللي انت بتعمله ده بيوقع القناه، وقول الكلام ده في قناه النادي الاهلي، احنا هنا قناه لا في قناه الزمالك وقع. وشادي محمد يرد عليه. ابراهيم سعيد بقى جاي بعد رمضان، رمضان فات بقى له شهر، ما اعرفش حلقه رضا، رضا كان في احد البرامج، ما كنتش تابعه اساسا في رمضان، كان في انهي يوم في رمضان يعني، الموضوع عدى عليه ربما شهر او 45 يوم، وابراهيم سعيد لسه فاكر النهارده يتكلم يعني. قال لك انا ناس بتقول لي ان رضا عبد العال اتكلم عليا في برنامج في رمضان، وانا لسه شايف الموضوع ده دلوقتي ما كنتش مهتم. انت شغلت مين يا كابتن رضا؟ انا بحترمك وبقدرك، انت كابتني وراجل محترم وبتاع، بس انا برضو ما حدش هو اللي شغلني، انا بشتغل ومتعاقد مع فلان الفلاني في القناه ومدير القناه ورئيس القناه، وانت لسه مكلمني من يومين علشان انا عقدي مع تن وبتاع، وتشكر وتحترم وحاجه تقدير منك، لكن لو رزق عليك مش عايزه، وانت مين وتقول لي طلعتني من اول ما طلعت في مع نمبر وان، انا كان عمري ما طلعت مع ابراهيم فايق ولا في برنامج نمبر وان، وانت بتتكلم اي كلام، وتواضع يا كابتن رضا، مش كل الناس زي بعض، مش عشان حصل لك تجربه مش عارف مع مين تفكر الناس كلها مش محترمه، او ناس في ناس كتير محترمه واولاد ناس، وانت تواضع وافتكر ان انها مش بتدوم. يتواضع على ايه؟ ده برنامج محدش بيشوفه غير خمسه سته، ده اللي عمل لكم حس اللي هو مرتضى منصور لما دخل شتم رضا عبد العال. مين بيشوف اسلام صادق إيه؟ محمد فاروق إيه؟ مع احترامنا لشخصهم كاعلاميين يعني. فين هم؟ مفيش ولا حد بيشوف قناه تن مين في البتاع. ابراهيم وقال له يا كابتن رضا انا سايب لك البرنامج من فتره، عيش براحتك، وانا عمري ما اما كنت زي قلت حضراتكم يا كابتن رضا كان مع تعاقدي كان مع قناه تن ومش معاك، ومش تقولش ان انت اللي مشغلني وانت، طب ما هو مشغل كل الناس يا عم الحاج. على ما يبدو ان البرنامج ده قايم على رضا عبد العال، وهم مفهمينه كده ان انت اخد تخبط في اطلع عشان انت البطل بتاع لو بعيد هنقع يعني، فعشان كده بيتحرك وبيتكلم رضا عبد العال بهذه الطريقه، لكن تاني وتالت وعاشر الجمهور يستحق. اي أيوة والله الجمهور اللي بيتابع هذه النوعيه من البرامج يستحق. عمار حمدي لاعب النادي الاهلي المعارض نادي الاتحاد السكندري اتكلم عن عودته مره اخرى للنادي الاهلي. عمار حمدي اتكلم في تصريحات امس بخصوص مستقبله مع النادي الاهلي، وقال الموضوع في ايد النادي الاهلي، سواء ان انا اكمل في الاتحاد السكندري، هو طبعا عرى سنتين تنتهي في حاله احتياج النادي الاهلي بعد سنه لعمار حمدي، يعني قال الموضوع في ايد النادي، لو عايزني هرجع مش عايزني هكمل يعني. قال لم يتحدث معي احد من الاهلي حتى الان بخصوص رجوعي للنادي الاهلي، وانا مركز مع الاتحاد السكندري ومع المنتخب الاولمبي في الفتره الحاليه علشان اولمبياد طوكيو، وهتكلم مع النادي الاهلي بعد انتهاء الموسم بخصوص عودتي او تجديد اعارتي، اتمنى الاستمرار مع حسام حسن لو قرر الاهلي تجديد اعارتي. الميدو حزين كان طالع مع ابراهيم عبد الجواد هو وسيد مرعي وكلاء لاعبين، واتكلم عن ان نادي الوصل الاماراتي موجود من شهرين علشان يتعاقد مع عمرو جمال، حلال عليكم، انتوا هتطلعوا تسلمونا لبعض، وصلوا عمرو جمال الاهلي عايزه، وعمرو جمال بيراميدز عايزه، وشويه الوصل عايزه، وشويه اصل لو الاهلي مش عايز، ما بتجيش كده يا حبيبي، والله الاهلي لو عايزك هيتعاقد معاك، الاهلي لو محتاجك هيجيبك، انما كل شويه عمرو جمال اللي يطلع يبعد شويه، وكيله يطلع. واحمد سيد زيزو اتكلم عن رغبته الاولى، هو برضه سيد مرعي ووكيل برضه الجزيري، رغبته الاولى ومش رغبته الاولى ان يجدد الزمالك، والزمالك برضه هو ووالده عايزين يكملوا في نادي الزمالك طبعا، وسيف الجزيري عنده عروض من داخل مصر للرحيل، كل ده في التوقيت ده الحق، لبس نادي في لعيب، اضحك اضحك على النادي وخلي اللعيب يرجع، الحق وكله اللاعب رجع اهلا وسهلا، ما رجعش ادي احنا مستنفدين، والارشينات كل ما تزيد العقد كل ما تزيد العموله. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي لفريق كره قدم النادي الاهلي اعلن سلبيه المسحه الطبيه اللي خضع ليها الفريق امس استعدادا للسفر الى تونس غدا الثلاثاء لمواجهه الترجي، وكان النادي الاهلي زي ما انتم عارفين اجرى مسحه امس الاحد قبل مران الصباحي علشان التحضيرات للسفر السفر لتونس لمباراه الترجي المقرر ليها يوم السبت المقبل باذن الله. لجنه التخطيط بالنادي الاهلي بدات مناقشه مصير اللاعبين مواليد 99 بعد الغاء المسابقه
خاصة بهم في الموسم المقبل، سواء من استمرار بعضهم مع الفريق الأول الموسم المقبل أو تسويقهم. وده زي ما قلت لحضراتكم، علشان كده النادي الأهلي كان بيطالب ولا زال بيطالب الأخ أحمد نجاح، حدد لنا يا سيدي الموسم انتهى مفيش مباراة فاصلة، نفهم في مباراة فاصلة حدد ونخلص، علشان اللعيبة اللي عندها فلوس ده ملايين يابا، في لعيبة هيجي لها عارة أطلعها، لعيبة هتفضل معايا، لعيبة أمشيها، إنما تسيبني أركنهم و او اسيبهم او يمشوا ما اعملش لهم، افهم راسي من رجلي، ملايين بقرار وجره قلم من احمد نجاه الدنيا بتبوظ وملايين بتضيع، وفي الاخر بنرجع احنا كجمهور وناس ومن حقنا بنهاجم لجان التخطيط ومهاجم الانديه، بتسيب اللعيب الفلاني ده وتمشي اللعيب الفلاني، بيبقى في ظروف وقرارات من اتحاد الكره بتبوظ الدنيا يعني. ده بخصوص مواليد 99 في النادي الاهلي وسلبيه مسحه لاعبي النادي الاهلي. في النهايه شكرا على حسن متابعة حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.